الكبير نحكي على ان اوبيتال يونيفرسيتير الحبيب بورقيبه. بس فيقس تفضل الكلمه للختام ليك. تفضل. نحب نعاود نشكرك اميره، نجدد لك الشكر على الحصه القيمه هذه. كما قالوا الزملاء، اول حاجه المؤتمر هذا والملتقى الدولي مكن الاطباء التوانسه باش يتعرفوا على التقنيات الجديده، لكن ايضا مكن الاجانب اللي زاروا تونس باش يتعرفوا، على خاطر بخلاف البروغرام سيونتيفيك اللي فيه ان بروغرام سوسيال اللي مكن الاجانب باش يتعرفوا على البلاد نتاعنا. ثاني حاجه هو بالنسبه للتقنيات الجديده حكينا عليهم الكل، فما كان بتاتر التافي ما حكيناش عليه برشا، وفما التقنيات اللي هي توا تمكن كيما التافي بالنسبه لصمام الابهر تعالج بالقسطره صمامات اخرى اللي هي صمام الميترال وصمام تريكوسبيد في وسط القلب، وهذوم التقنيات ان شاء الله في القريب تدخل لبلادنا ونتمكنوا منها المواطن التونسي. واخيرا يلزم يعرف المريض التونسي انه مستوى الامراض وجراحه القلب والشرايين هو راهو مستوى عالمي مميز متطور، وكل الثقة في الكوادر الطبية لمعالجة كل المرضى إن شاء الله. Excellent.